نعم عرفت كل شيء، سأقول على الفور أن هذه ابنتك، ونعم هي مسجلة في مدرستنا. نحن لنبدو متشابهين. الآن يتم ترك المكونات فقط. أولاً أجهزة الآيفون، إجابات واجباتها المدرسية حتى تكون ذكية. عظيم عظيم، أفضل مستحضرات التجميل، إذن ستكون الأجمل. أوه حار للغاية، وبالطبع عنصر سري، مكر شيطاني. آخر شيء، شعر أولئك الذين أكرههم. حياة حياة. إنها على قيد الحياة، على قيد الحياة. لقد تأخرت عن المدرسة. لا ترقدي حيث نظفت، سألكمك الآن. أوه عزيزتي السيدة زويا، لقد تأخرت، لا تغضبي من فضلك. أنت تقولين هذا فقط، وأنا أظل أنظف وأنظف وأنظف. اذهبي، سأقوم بتنظيفه. شكرا لك. أو تتقبلها في المدرسة، أو ستكون في ورطة. صوت العمة؟ لكن لا، انتظري. استمع إلي أيها الرأس الكبير، تقبلها في المدرسة، أو سأختار شيئا أصغر وأكثر إثارة. عمتي، لماذا تهدديني دائما؟ فهمت كل شيء، سأقول على الفور أن هذه ابنتك، وبالطبع هي مسجلة في مدرستنا. هل تريدين شيئاً آخر؟ ابنة العمة؟ يجب أن أخبر الجميع. يا رفاق، لدينا مشكلة. أوه سوشا، مرحبا. مرحبا سوشا، تعالي إلى هنا وأخبريني كيف حالك. ماذا؟ اهدئي، اجلسي الآن. انتظروا، لدينا مشاكل خطيرة. أما بالنسبة للمشاكل فأنت على حق، لي مجنون، لقد أجرى 3 اختبارات قبل العطلة، وأيضا لدي هدية لك، 15 مهمة لعطلة رأس السنة الجديدة، سوف تقوم بهذه المهام وتتذكرني، أنا متأثر. لا، أنت لا تفهم، العمة هي ماذا؟ مذهلة؟ لا تصدق؟ جميلة؟ سوشا؟ ربما أردت أن تقولي ذلك. إنها العمى. تعلمين أنها هنا ولم تحذرينا؟ أوه أهلاً، من أنت؟ أوه يا هذا، كنت سأصاب بالعمى. من جمالي؟ من رأسك الأصلع. حسناً، إذن هي هي ابنتي سو. سو، مرحبا للجميع. أوه دخولها كان رائع. وداعا يا عزيزتي، وتذكري ما قالته لك والدتك. وداعا.
حسناً، هيا اختاري مكانك. إنها حقاً تشبهك. إنه استنساخ بالتأكيد، لكن نحن لا نبدو متشابهين. نحن لسنا متشابهين على الإطلاق. لكنها أكثر هدوءاً ولديها ذوق. ماذا؟ حسناً يا رفاق، دعونا لا نتشتت. خذي، لا تشتتوا انتباهكم، اكتبوا رجاءً. هيا، ليس مرة أخرى. اختبار جيد، سنحصل على علامة سيئة مرة أخرى. لن أرى جزر المالديف، سأموت من الملل في المدينة. رفاق، انظروا إلى ما لدي. إجابات الاختبار من مجموعة أخرى، ليست دقيقة، لكننا سنحصل بالتأكيد على علامة جيدة. أوه سوشا، أنت من سينقذنا. رائع، هل رأيت كم يجب أن نكتب؟ إذن فهذا يعني أننا يجب أن نبدأ الآن في القيام بذلك. إذن يا رفاق، لدينا 15 دقيقة فقط لحل الاختبار. هيا لنكمل الدرس. هيا، وبينما نحن... كيف؟ إنها النهاية، لا أريد التدخل. لقد قمت بذلك بالفعل، لكن لدي خيار وأستطيع الحل في بضع ثوان. هل تعتقدين أن هناك شخص سيصدق هذا الكذب؟ حسنا. لقد أخبرتك في بضع ثوان. ها؟ وأنا كذلك. وأنا أيضا. بالتأكيد. شكرا لك. وماذا عنك؟ أنا بخير. كما تحبي. حسناً، الوقت قد انتهى. هيا دعوني أستلم الدفاتر. حسناً، ماذا؟ ودعونا نرى الأخرى. هل قمت بتدوينها؟ لا، وحتى هي تعرف الحل. أعطيني يا ليزا. ماذا؟ الجميع يعرف الإجابة؟ أعطني يا سوشا. سوشا، سلمي لي الدفتر. لدي القليل لأنتهي. سوشا، أعطني إياه. هيا، فقط هيا. لدي القليل. هيا، سأنتهي. هيا، لدي القليل لأنتهي. لا تكن سيئا. السؤال الأخير، أترك. لدي القليل لأنتهي. سوشا، لقد انتهى الوقت. سوشا، سوشا، أعطني. أعطني يا سوشا. هيا هيا. سوشا، ماذا تفعلين يا سوشا؟ توقفي عن ذلك. انزلي، انزلي. أريد أن أنهي بعض الأسئلة، انتظر قليلا. حسناً، لقد انتهى الوقت، اجلسي. هذا كل شيء؟ ها؟ سوشا. دعينا نرى، إنه خطأ. خطأ؟ 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 الناتج 3. حسناً. ماذا؟ مستحيل. مرحبا سو، ربما نعود إلى المنزل معا. ليزا، كنا نعود إلى المنزل دائما معا. حسنا، هذا صحيح. حسنا، لنذهب يا رفاق، لنذهب. دانيال،
لقد وعدت والدي برعاية أختي. خائنين! شوفوا، نحن بحاجة إلى التحدث. حسناً، إذا فعلت بك شيئاً أخبريني. ماذا؟ يا رفاق، اذهبوا أنتم، سأبقى قليلاً. إذن أنت الآن على أرضي. لا، استمعي إلي أيتها الطفلة. أولاً سأسرق كل أصدقائك وقناتك وحياتك. سيكون هناك فوشة واحدة فقط، وهو أنا. وداعاً. ماذا؟ هل أعجبك الفيديو؟ لم أفهم، هل أعجبك؟ إذن أين هي الإعجابات؟ وقم بكتابة التعليقات، واشتركوا في قناة قصص واتش مي، ولا تنسى أيضاً أن نقري على الجرس حتى لا تفوتك أي مقاطع جديدة.